اقرأ من قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات
قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد السؤال الثالث اقرأ من قوله تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه بسم الله الرحمن الرحيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. نجري لقاء قصير مع فضيلة الشيخ لعله يستعرض لنا من خلاله أبرز أحداث هذه المسابقة. في البداية فضيلة الشيخ خالد شايب بنغازي. نعم، مكتب أوقاف بنغازي. شيخنا الحبيب، كيف أنتم الآن وصلتم إلى ختام هذه المسابقة؟ كيف جرت الأمور؟ كيف كانت أيام هذه المسابقة؟ كيف كانت المستويات عموما؟ والله ما شاء الله، طبعا هو المستويات متفاوتة ولكن فيه عندنا يعني خامات جيدة وممتازة جدا جدا، التنافس فيما بينها يكون كبير إن شاء الله، وأعتقد أن حتى الفروقات حتكون واجدة يعني. نعم، المستويات في المعتاد يعني في كل عام دائما المتسابقون اللي بون متميزون، في هذا العام هل ترى أن المنافسة ازدادت قوة أم هي كما هي في كل عام؟ لدينا مجموعة من الطلبة يعني درجة الفروق بينهم خفيفة يعني. نسأل الله أن يوفقكم. بارك الله فيك. نأخذ معنا أحد أعضاء لجنة التحكيم فضيلة الشيخ الاسم الكريم يونس بشير سلامة، مكتب أوقاف الشاطي. طيب شيخنا الحبيب بارك الله فيك، كيف رأيت المستويات؟ كيف كانت الإقامة لجنة التحكيم؟ حدثنا عن المسابقة بشكل عام. الحمد لله، المسابقة كانت قوية جدا، التنافس كان فيها ما شاء الله، التنافس شريف ما شاء الله، الإقامة أحسن، ممتاز جدا والله، راحة وما شاء الله جو تمام للمسابقة. المستويات الطلبة كيف كان تقييمك فضيلة الشيخ؟ ما شاء الله تبارك الله، مستوى طيبة ما شاء الله. طيب بارك الله فيك. ناخذ أحد أعضاء لجنة التحكيم حتى لا نطيل عليكم شيخنا الفضلاء، بارك الله فيكم، ناخذ منكم باختصار رؤيتكم لهذه المسابقة، كيف كانت الأجواء؟ الاسم الكريم لطفي فرج عطية، مكتب أوقاف الشيخ الأصابع. كيف رأيت المستويات شيخنا بارك الله فيك؟ والله كان التنافس بين الطلبة على شده، يعني تمايز بسيط جدا بين الطلبة، ولكن يعني نهنئ كل الطلبة، نقول لهم أن مجرد المشاركة في هذه المسابقة هو فوز. نعم هو فوز. نعم، أبرز الملاحظات لربما ترسلونها للمتسابقين في هذه المسابقة أو لكل من يحفظ كتاب الله عز وجل؟ العمل بهذا الكتاب وإتقانه، إقامة حروفه وحدوده. نعم نعم، نسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم. نأخذ معنا أحد المشايخ بارك الله فيك، الاسم الكريم محمد حسين محمد عمر. نعم الشيخ محمد، أي مكتب؟ مكتب وقاف الخمس. بارك الله فيك شيخ، كيف كانت المسابقة؟ كيف كانت الأجواء؟ ما هي أبرز النقاط لربما لفتت انتباه الشيخ محمد؟ أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبرز الملاحظات اجتماع أهل القرآن في هذا المكان على في هذه الظروف الصعبة، نسأل الله كما جمع هؤلاء الأخوة على المحبة والحق أن يجمع شتات هذه البلاد إن شاء الله ويحكم دماء المسلمين، وأن يجعل أبناء هذا الوطن أخوة متحبين، أسأل الله العظيم ذلك والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يوفقكم إن شاء الله. نأخذ معنا فضيلة الشيخ عصام يعقوب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم شيخ؟ عصام الصديق يعقوب. مكتب أوقاف؟ مكتب طرابلس وحدة التاجراء. ما شاء الله. شيخنا بارك الله فيك، نريد منك رسالة الآن لكل من يشاهدنا أو يستمع إلينا، رسالة توجهها لأولياء الأمور خاصة الذين ربما لا يريدون لأبنائهم أن يدخلوا مراكز التحفيظ، لربما هناك بعض الأعذار التي يتعذرون بها. رسالة من الشيخ عصام بارك الله فيك لهؤلاء أولياء الأمور. شك أن القرآن كلام الله عز وجل، وهو أولى ما يعتنى به وأولى ما يدفع النشأ إليه، وهو بركة. ونلاحظ في مراكز التحفيظ أن الطلبة متميزين كذلك، كما هم متميزون في مراكز في حفظ القرآن الكريم كذلك هم متميزون في دراستهم، فلا تعارض بين الأمرين. والقرآن كله بركة وفضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يفتح بالقرآن أبوابا للخير كثيرة، نسأل الله التوفيق. الشيخ عصام بارك الله فيك، أنت حكمت في لجان تحكيم في أكثر من مسابقة، كيف رأيت مستويات الطلبة في هذه المسابقة ولا سيما أنها تمثل كل مدن ليبيا الحبيبة؟ أظن فيما أذكر أن مستويات هذه المسابقة فيما حكمت أقوى مسابقة، والتنافس كان شديدا جدا، والفروقات بين الطلبة بأعشار الدرجات، ونسأل الله التوفيق والإخلاص للجميع. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم. إذن مشاهدينا الكرام مستمعينا بارك الله فيكم في كل مكان، كانت هذه تغطيتنا لمسابقة ليبيا المحلية في دورتها 24 على مستوى ليبيا، إلى أن نلتقي في ملتقيات أخرى وأن نلتقي بإذن الله تعالى في يوم الختام، نترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.